السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالنص الشعري قطار البخار، صفحة 155-156. غادي نبدأ بأتهيأ للقراءة. أذكر زميلاتي وزملائي ببعض أنواع الطاقة، ثم أبين دور الطاقة في تيسير حياة الناس. إذا تنقسم الطاقة إلى طاقات تقليدية أو طاقات متجددة. تلعب الطاقة دورا مهما في حياة الإنسان، لأنها تدخل في جل مجالات أو المجالات التي تحيط بحياتي. ألاحظ الصورة وأصفها، ثم أنطلق من الصورة ومن عنوان النص وأتوقع ما سيتحدث عنه النص. إذا في الصورة نلاحظ قطارا، إذا قطار البخار، إذا ألاحظ في الصورة قطارا. من خلال الصورة والعنوان أتوقع أن يتغنى الشاعر بالقطار أو أن يصف الشاعر القطار، إلى آخره من الاقتراحات ومن الفرضيات التي تخص يعني موضوع النص الشعري. إذا نقرأ النص الآن. قطار البخار، وقاطرة ترمي الفضاء بدخانها وتملأ صدر الأرض في سيرها رعبا. لها مدخن يرمي اللهيب تنفسا، وجوف به صار البخار لها قلبا. يرن بجوف الطود صوت دويها، إذا ولجت في جوفهن فقر رحبا. لها صيحة عند الولوج كأنها تقول بها يا طود خلي لي الدربا. تعاليت يا عصر البخار مفضلا، على كل عصر قد قضى أهله نحبا. تظاهرت من فعل البخار بقوة، يذلل أدنى فعلها المطلب الصعب. وأقسم لولا الكهرباء فوقه لقلت على كل القوى تهبه عجبا. هو العلم يعلو في الحياة سعادة ويجعلها كالعلم محمودة العقبى. فكل بلاد جادها العلم أمرعت رباها وصارت تنبت العزة لا العشبة. إذا هذا النص الشعري لمعروف الرصافي، هو شاعر عراقي بطبيعة الحال. إذا بالنسبة للكلمات التي يعني الجديدة والمفردات الجديدة في النص، عندنا الطود. الطود هو الجبل الكبير. إذا ضروري نقرأ هذه الشروحات باش نفهموا القصيدة. يذلل يعني يسهل، يذلل له الأمر يعني يسهل له الأمر. تظاهرت يعني استانت. العقبة هي الغاية. الربا يعني جمع ربوة. إذا أمرعت يعني أنبتت عشبا. جادها يعني انتشر وظهر أثره فيها. إذا نمر إلى الأسئلة. إذا نبدأ بالفهم والتحليل. إذا بطبيعة الحال لابد من تحديد بعض المفردات. إذا أحدد معنى كلمة رمى حسب السياق. ترمي القاطرة الفضاء بدخانها يعني تطلق في الفضاء الدخان. رمى الطفل الأزبال في سلة المهملات يعني ألقى. رمت الأستاذة بواسطة المثال إلى شرح الجملة يعني قصدت. سؤال ثاني، أقرأ البيت الأول وأحدد وصفين للقاطرة. إذا بالنسبة للبيت الأول، الأوصاف التي حددها الشاعر هنا للقاطرة، يمكن أن نجيب بأن وصف الشاعر القاطرة بانبعاث الدخان منها وبصوتها المرعب، يعني وصف انبعاث الدخان والصوت المرعب. أختار الجواب الصحيح وأستدل عليه من النص. إذا يصور الشاعر حركة القطار حين مروره بالمدينة أو بالقرية أو بمنطقة جبلية. إذا بطبيعة الحال بمنطقة جبلية. إذا عدنا إلى النص، لاحظوا معي. إذا لدينا العبارات الدالة على ذلك، لدينا بجوف الطود. الطود هو الجبل. إذا جوف الطود، هذه العبارة بوحدها راه كافية كدليل على أنه الشاعر هنا كيهضر على مرور القاطرة إذن عبر الجبل أو منطقة جبلية. في جوفه النفق، الأنفاق تكون كذلك في الجبال. يا طود خلي لي الدربة. إذن هنا هادو كلهم عبارات تدل على أن حركة القطار إذن فهي داخلة أو عبر منطقة، أو هذا القطار فهو يمر من منطقة جبلية. سؤال الرابع، بما يتميز عصر البخاري في نظر الشاعر؟ إذا يتميز عصر البخاري بالقوة التي لم تعرفها العصور السابقة، وبتذليل الصعوبات التي واجهتها البشرية. إذا بطبيعة الحال عصر البخاري يعني هنا مهد الثورة الصناعية. السؤال الموالي، أشرح لزملائي وزميلاتي البيت الأخير. إذا البيت الأخير يتحدث فيه الشاعر ويبرز
قيمة العلم ودوره في سمو الأمم وتطورها. إذا لولا العلم لما كانت الاختراعات والاكتشافات ومجموعة من الأشياء. إذا العلم مهم جدا. السؤال السادس، أستخرج من النص العبارات التي تدل على إعجاب الشاعر بالطاقة البخارية. إذا العبارات الدالة على إعجاب الشاعر بالطاقة البخارية، إذا هادو هما العبارات عندنا: تعاليت يا عصر البخاري مفضلا، تظاهرت من فعل البخاري بقوة، لقلت على كل قوته به عجبة. إذا هادو عبارات كلهم كيدلوا على أن الشاعر معجب ويزكي الطاقة البخارية. السؤال السابع، أحدد البيت الذي يبرز فيه الشاعر سمو العلم وأثره في حياة الإنسان. إذا البيت الذي يدل على سمو العلم، إذا هو البيت الثامن، إذا اللي قال فيه: هو العلم يعلو في حياتي سعادة ويجعلها كالعلم محمودة العقبة، يعني أن العلم هو سبيل السعادة في الحياة. سؤال الثامن، أنطلق من البيت التاسع وأملأ الخانات الفارغة بما يناسب. إذا لدينا المطر، إذا يوجد في الربا وينبت العشب، لكن العلم فهو في العقول يؤدي إلى العز. نمر الآن إلى أنشطة التركيب والتقويم. إذا غادي نبدأ بالسؤال، أحدد الفكرة الأساسية لكل مقطع من المقاطع. إذا عندنا ثلاثة ديال المقاطع: المقطع الأول وصف الشاعر لقطار البخار، المقطع الثاني انبهار الشاعر وإعجابه بالقوة والطاقة البخارية، والمقطع الثالث إبراز الشاعر لقيمة العلم. إذن أتذوق، أختار بيتا أعجبني وأعلل إعجابي. إذن أعجبني البيت الأخير من النص بطبيعة الحال، لأنه يظهر مدى أهمية العلم وقيمته في حياة الإنسان. السؤال الأخير، أقوم، أقارن بين وصف الشاعر للقطار في البيت الرابع ووصف الشاعر شوقي للطائرة في البيت الآتي، وأبين أيهما أعجبني. يملأ الآفاق صوتا وصدى كعزيف الجن في الأرض أو في الأرض العراء. إذا هذه شفناها في الوحدة الثالثة. إلى رجعنا البيت الرابع، البيت الرابع هنا كيهضر على القطار: لها صيحة عند الولوج كأنها تقول بها يا طود خلي لي الدربة. إذا هنا وصف الشاعر القطار أثناء اجتيازه للنفق بالقوي وبصيحته المدوية. وفي نفس الآن يصف الشاعر أحمد شوقي الطائرة في تحليقها في السماء ويشبهها بصوت الجن في أرض خالية أثناء ذلك. إذن كل شاعر يدافع عن الوسيلة الحديثة التي مكنت الإنسان من تجاوز مجموعة من العراقيل والصعوبات التي واجهته يعني قبل اكتشاف هذه الآلات. كل شاعر يحدد الأوصاف ويعني يزكي قوة الآلة. إذا أحمد شوقي فهو يتغنى بقوة الطائرة، بينما معروف الرصافي فهو يتحدث عن قوة القطار. إذا هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع فيديو آخر دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.